الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. مرحب بحضراتكم في الميتنج اللي بترعاه الجزير فارما، وإن شاء الله أكلم حضراتكم على الإيميجينج أوف ذا شولدر. وموضوع طويل، لكن أنا عارف طبعا القعدة الجميلة والجو الممتع وكده، فاحنا مش هنطول ان شاء الله في الموضوع. هنحاول بقدر الامكان ان يكون الحاجه سريعه. احنا عندنا علشان نعمل اي حاجه في الام ار لازم عندنا حاجه اسمها سيرفس كويل. السيرفس كويل زي البروب بتاع الالترا ساوند، بنقربه من المكان اللي احنا عاوزين نفحصه عشان يطلع الفحص كويس. فعندنا سيرفيس كويلز كتيرة. الكويل الكويس هو القريب جدا من المكان اللي احنا بنفحصه، وفي نفس الوقت يكون ما بيتحركش مع النفس. عندنا 5 أجهزة من الام ار موجودين في السوق في الوقت الحالي. الجهاز المشهور جدا اللي هو الكلوزد ام ار اي او الرنين المغناطيسي المقفول، والرنين المغناطيسي المفتوح، والاكستريميتي ام ار اي ده هو اللي بيعمل الايدين والرجلين زي ما حضراتكم شايفين. وعندنا دايناميك ام ار اي، في دايناميك ثابت وفي دايناميك متحرك. الحقيقه في الشولدر مش محتاجينه قوي، لكن الدايناميك ام ار اي محتاجينه جدا في السباين وفي الحاجات اللي فيها ويت بيرنج زي الركب وزي الانكل وزي الهيب. لكن لو كان موجود يعني، فاحنا في الشولدر بنستفيد منه في موضوع الروتيتر كاف، وان احنا نعمل الابر بوزيشن زي ما قلنا لحضراتكم بعد كده. احنا الحقيقه البروتوكول بتاع الفحص ليه طريقه معينه، وانا هقول لحضراتكم عليها، بحيث ان اي حد يجي له الفحص في العياده او المستشفى ويلاقيه مش مطابق للي انا هقوله، يعرف على طول فين المشكله، ويقدر يكلم الناس بتوع الاشعه ويقول لهم يا جماعه الفحص المفروض يتعمل بالطريقه الفلانيه. فاحنا الشولدر او اي جوينت عنده 3 فيوز، عنده كورونال وساجيتال واكزيال. احنا الاول بنعمل اكزيال سكاوت، والاكزيال عامل زي الايس كريم. الهيد اوف ذا هيومرس هي البسكوته بتاعت هي الايس كريم، والجلانويد بارت اوف ذا سكابيولا هو الايس كريم. لو انا عاوز اعمل كورونا فانا بقطع من قدام لورا، لو انا عاوز اعمل ساجيتال فانا بقطع من بره لجوه. فلو جيت عملت خط كده وهقطع من قدام لورا، مش هو ده الكورونا اللي احنا عاوزينه، ده مش هيطلع الصور اللي احنا عاوزينها زي كده. لكن اللي بيحصل ان انا باخد الاكسس بتاع الايس كريم كون، وبعدين اقطع من قدام لورا موازي للاكسس دوت. هتقول لي طب انا عرفت ازاي هو عمل كده؟ الصوره اللي بتبقى موجوده على الفيلم، اول صوره على فيلم الشعبي يوري لك فيها المقاطع احنا خدناها ازاي، بتبقى صوره وعليها خطوط، فبتعرف على طول اذا كنا واخدين المقاطع صح ولا ملخبطين شويه فيلم. لو خدنا المقاطع صح هيطلع الاناتومي زي ما انا هقوله بالملي، لو ما خدناش المقاطع صح هتلاقي نفسك تايه جدا في وسط الافلام. الحاجة التانية الساجيتال، لو انا بقطع من بره لجوه فانا ما بكونش خط كده واقطع، لازم اخد المحور الاول بتاع الايس كريم وبعدين اعمل عمود عليه وبعدين ابتدي اقطع من بره لجوه. هو دي الطريقة. لو اتعمل كده هيطلع الفحص ممتاز جدا. فلو احنا جينا نبص على الصور، فمن غير الدخول في تفاصيل جامدة ولا حاجة، احنا عندنا في صور الام ار اي بيزيكالي 2، T1 و T2. يعني زمن قصير، T2 يعني زمن طويل، واحنا مش محتاجين نفرق ما بينهم قوي. لكن اللي انا عاوز اقوله ان احنا بنفرق T1 من T2 بالمية. اذا كانت المية سودة يبقى T1، اذا كانت بيضة يبقى T2. لكن بما ان الشولدر مش كل شولدر فيه مية، فاحنا بنلجأ للفات، والفات عكس المية. لما الفات يكون ابيض يبقى احنا دلوقتي بنتعامل مع T1، لما الفات يسود يبقى T2، طول ما الفات اسود يبقى احنا في T2، لما يسود اكتر اسمه T2 بس بنجمه T2 ستار او جريديانت ايمج، لما يسود خالص يبقى اسمه T2 ستير
اللي هو احسن واحد احنا بنخفض فيه السيجنال بتاعه الفات عشان نقدر نشوف البون مارو بطريقه كويسه. احنا عندنا قواعد ثابته في الام ار، في حاجات سودة في التي 1 والتي 2 كل الناس حافظاها، الكورتكس اوف ذا بون يعني حرف العظمايه، الليجمنتس اند تندونز لو كانت سليمه بتطلع سودة في كل صور الام ار، وكالسيفيكيشن في كل مفصل بنحط حاجه على الليسته ديت. فاحنا في الشولدر بنحط الجلينويد ليبريم، الجلينويد ليبريم بتبقى سودة في التي 1 وسودة برضو في الايه في التي 2. نيجي للحاجات اللي هي ابيض في التي 1 واسود في التي 2 اللي هو الفات، الفات زي البون مارو زي السبكوتينيوس فات، ده بيبقى ابيض في التي 1 واسود في التي 2. العكس الفات هو الميه زي ما قلت قبل كده، فالميه بتبقى سودة في التي 1 وبيضة في التي 2. في طريقه سهله جدا يا جماعه عشان نقرا بيها اي مفصل في الدنيا، ان احنا طبعا عارفين الفحص بيكون 5-6 افلام وكل فيلم عليه 20 صور، ولو انا حطيتهم قصادي كده ورحت رايح جاي وانا مش عارف انا بدور على ايه مش هضيع الوقت. فلا انا عاوز ادور على حاجه معينه فبروح في الحته الفلانيه، دي اسمها الخريطه بتاعه المفصل وخريطه الشولدر بالاناتومي. الاناتومي اللي في الشولدر هو الجماعه دول، عندنا تندونز وعندنا ليجامنتس وعندنا بونز وعندنا ليبرم وعندنا بيرزل. دولت كلهم انا هطبق على الثلاثه فيوز اللي احنا بنشتغل بيهم اللي هم الاكزيال والساجيتال والكورون. كل مفصل ليه فيو محترم بنحب نكتر منه، فالشولدر الفيو المحترم بتاعه هو الكورونا. فاحنا بنيجي في الكورونا الايمج اللي هي عامله زي الاكس راي الاماميه، معلش ممكن احط حاجه تحت الماوس عشان بس يمشي ببساطه. فلو احنا بصينا على الاكس راي نفسها هنلاقي عندنا الاكرومي كلافيكولار جوينت وعندنا الهيد اوف ذا هيومرس وفيها حفره كده من فوق اللي هو البايسيبيتال جروف. اول ما نبص على صور الام ار الكورونال اي هاف تو ايدنتيفاي ذا اكرومي كلافيكولار جوينت اللي هو اللي موجود هنا، ادي الكلافيكل من جوه وادي الاكروميال من بره وادي الاكرومي كلافيكولار جوينت نفسه. اول ما تحط ايدك على الاكرومي كلافيكولار جوينت تنزل تحتيه تلاقي احسن تندون في الجوينت على الاطلاق اللي هو السوبرا سباينيتس. يبقى احنا اتفقنا دلوقتي ان التندونز كلها هتكون سودة في التي 1 والتي 2 كل حاجه طالما هي طبيعيه. فاول ما تنزل تحت الاكرومي كلافيكولار جوينت هتلاقي على طول السوبرا سباينيتس تندون اللي هو المسمى بتاعه الروتيتور كاف. يبقى ادي الاكرومي كلافيكولار جوينت زي ما حضراتكم شايفين، انا بس الماوس مش بيساعدني وهي ديت. ننزل تحتيه على طول نلاقي الايه؟ نلاقي السوبرا سباينيتس تندون. طيب افرض انا ببص في الكورونا ما لقيتش الاكرومي كلافيكولار جوينت لكن لقيت ذا سباين اوف ذا سكابيولا. عرفتها ازاي؟ ليها بوز كده نازل لتحت. ذا سباين اوف ذا سكابيولا دوت البوز بتاعها. اول ما الاقي السباين اوف ذا سكابيولا اعرف ان التندون اللي ماشي دلوقتي هو الانفراسباينيتس مش السوبراسباينيتس. يبقى كده عرفت الاثنين المهمين. ادي السباين اوف ذا سكابيولا زي ما حضراتكم شايفين والبوز بتاعها اللي من تحت، يبقى التندون اللي انا شايفه دلوقتي ده هو الايه؟ الانفراسباينيتس تندون. يبقى لو شفت الاكرومي كلافيكولار جوينت يبقى اللي تحتيه هو السوبرا سباينيتس، لو شفت السباين اوف ذا سكابيولا يبقى اللي تحتيه هو الايه؟ الانفرا سباينيتس. نيجي للسب سكابيلارز. السب سكابيلارز في الكورونا بتبقى ايدنتيفايد بالكوراكويد. الكوراكويد اللي هو ده. وانا تحت منه على طول الاقي مصل كبيره جدا وتندون سميك جدا. And this is the subscapularis tendon زي ما حضراتكم شايفين. يبقى اذا لو سالت حضراتكم قلت لك مين التندون اللي ماشي دلوقتي هنا اهوت في الحته ديت هيبقى سوبرا سباينيتس. مين التندون اللي ماشي دلوقتي هنا هو انفرا سباينيتس. ممتاز. وده هوت مين الكوراكويد ودوت مين السبسكابيلارز. والتندون اللي ماشي هنا دوت كده بيمر في البايسيبتال جروف هو مين؟ ذا بايسبس تندون.
حلو قوي. يبقى احنا في الكورونا شفنا ثلاثة تندونز اللي هو سوبراسباينيتس انفراسباينيتس سابسكابيلاريس، وهنشوف ليجمنت من الثلاثة ليجمنتس اللي هو الانفير جلينيومر ليجمنت. الانفير جلينيومر ليجمنت اللي هو اللي عامل الاكزيلري باوتش اللي هو ماسك فيه الجلينويد وماسك برضو فيه الهيد اوف ذا هيومرس وعامل الحفرة دي. انا في الاحيان العادية ما اقدرش اشوفه الا لو كان في ميه او صبغه جوه الجوينت عشان تو ديستند الاكسيلري باوتش فجوف. اما لو ما كانش فيه فهو هيتكتكت كده على نفسه مع الانفيرير ليبرم وهما الاثنين يعملوا حاجه سودا كده مكعبه. يبقى لو انا عاوز اشوف الانفير جرين ورا الليجمنت اروح في الكورونا ويكون في شولدر افيوجن عشان اي ديستند الباوتش علشان اعرف اشوفه كويس. البرزه اللي بتشوفها في الكورونا هي السب اكروميوم سب كوراكويد. اي برزه في الجسم ما بتتشافش الا لما تعبي ميه، والبرزه بتعبي ميه لما تلتهب او يجي لها ميه من مصدر اخر. فالميه اللي حضراتكم شايفينها ديت اللي هي ابيض في التي 2 زي ما احنا اتفقنا اللي هي بتعدي فوق السوبرا سباينيتس تندون وتحت الاكرومي كلافيكولار جوينت وتحت الدلتويد، عشان كده بيسموها سب اكروميان سب دلتويد برزه. And this is subacromion subdeltoid bursa مليانة بالمية زي ما حضرتكم شايفين معدية تحت الايه؟ تحت الاكروميون وتحت الدلتويد. نيجي نرجع للخريطة بتاعتنا، احنا كان عندنا تندونز وليجمنتس وبونز وليبرم وبيرزا. ايه اللي شفناه في الكورونا؟ أول حاجة سوبراسباينيتس، ثاني حاجة انفراسباينيتس، ثالث حاجة انفيريور جلينيومر ليجمنت اللي هو الاكزيلري باوتش، وبعدين الليبرم. في الكورونا بنشوف السوبيريور ليبرم وبنشوف الانفيريور ليبرم. الليبرم عباره عن مثلث اسود معمول فايبرو كارتليج، من فوق يبقى سوبيريور ومن تحت يبقى انفيريور. بعد كده شفنا البرزه اللي هي السب اكروميان سب كراكويد برزه. هتقول لي مش احنا شفنا السب سكابيلاريس ليه ما جبت سيرته؟ اقول لك لانه بيتشاف في حته تاني احسن من كده بكتير. يبقى ديت الفوائد بتاعت الكورونا. يبقى لو سالت حضراتكم قلت لك مين ده هوت هتقول لي superior labrum، ومين الليجمنت دهوت؟ inferior glenohumeral ligament والاكسيلري باوتش. مين التندون دهوت؟ supraspinatus. supraspinatus because this is the acromioclavicular joint. مهم جدا يا جماعه انك عشان تقسم بالله العظيم ان this is supraspinatus لازم ما تكونش شايف السباين اوف ذا سكابيلا. لازم ما تكونش شايف السباين اوف ذا سكابيلا. طيب يبقى نيجي بعد كده للاكسيال ايمجز. هل ممكن تجيبوا لي ماوس بس بواير علشان الوايرلس دوت متعب جدا؟ معلش انا اسف يعني. اذا كان ممكن. الاكسيل اللي هو عامل زي الايس كريم كون. في الاكسيال ايمجز this is the head of the humerus، وبعدين عندنا the bicipital groove، وجوه البايسيبتال جروف في كره صغيره سودا اللي هو البايسب ستندر، وبعدين البايسيبتال جروف معمول بالجريتر تبراستي والليسر تبراستي. السب سكابيلاريس تندون ماسك في الليسر تبراستي زي ما حضراتكم شايفين. And this is the best view for the sub scapularis tendon، احسن من الكورونا بيتشاف هنا في الاكسيال كويس جدا. بعد كده بنشوف الانتيرير ليبرم وبنشوف البوستيرير ليبرم وبنشوف من ورا الانفراسباينيتس اللي هي المسل اللي من ورا دي، وبعدين المسل اللي لفه حوالين الشولدر اللي هي عامله الشولدر راوندنج اوف ذا شولدر، اند ذس از ذا ديلتويد مسل. يبقى في الاكسيال ايمجز اللي هو عامل زي الايس كريم كون ده بنشوف ذا بايسبس تندون ذا سب سكابيلاريس انتيرير ليبرم اند بوستيرير ليبرم، وهنا هو المسل ديت هي الانفرا سباينيتس. بيجي بقى في الليجمنتس بنشوف في الاكسيال الميدل جلينيومرال ليجمنت. الميدل جلينيومرال ليجمنت موجود تحت السب سكابيلاريس. This is the sub scapularis وده الميدل جلينيومرال ليجمنت ودوت الجلينويد ليبرم. فلما نيجي نبص هنا في الاكسيال هنلاقي This is the glenoid labrum الانتيرير، وبعدين ده السب سكابيلاريس تندون، وبعدين السفيف اللي ما بينهم ده هو دوت مين؟
الميدل جلينيوم اللي جنب. يبقى انا لما اجي ابص في الاكسيال, this is the subscapularis tendon and this is the biceps tendon in the groove, this is the anterior labrum, this is the posterior labrum and this is the middle glenium ligament. يبقى لو سالت حضراتكم قلت لك مين ده هوت, هتقول this is the biceps tendon in the groove. قلت لك مين ده هوت, هتقول this is the anterior labrum. مين ده هوت, this is the posterior labrum. بين المصل اللي بره دي ده deltoid muscle. مين اللي جوه ديت, infraspinatus. مين ديت, subscapularis. مين الفتله دوت, the middle glenium ligament. يبقى نيجي في الليسته بتاعتنا ونشوف احنا شفنا ايه من الخريطه. بالنسبه للتندونز شفنا اكيد السبسكابيلارس وشفنا كمان البايسبس تندون ان ذا جروف. بالنسبه للليجامنتس شفنا ذا ميدل جلينيوم ليجامنت. بالنسبه للعظم شفنا الهيد اوف ذا هيومرس لما تتفعص من ورا في الناس اللي عندهم انتيرير شولدر ديسلوكيشن اللي احنا بنسميه هيل ساكس انجري. بعدين شفنا الانتيرير ليبرم وشفنا البوستيرير ليبرم. وبعدين في البرزه هنا مفيش برزه في الاكسيال, ما عندناش برزه في الاكسيال. يبقى لو سالت حضراتكم قلت لك مين ده هوت, هتقول سوبرا سباينيتس, صح؟ وده هوت سوبيرير ليبرم. و معلش عشان الماوس مش مساعدني. And this is the inferior labrum. وده هوت ده يس ده اكزيلاري باوتش المعمول بالانفيريور جلينيومرال ليجمنت. نيجي في الاكزيال, this is the anterior labrum, posterior labrum and this is the infraspinatus tendon and this is the biceps tendon in the groove and this is the subscapularis. نيجي في الكورونا, دوت الاكروميك لابيكولار جوينت, يبقى اللي تحتيه على طول هو the supraspinatus and this is the superior labrum, inferior labrum and this is the biceps tendon in the bicipital groove. اخر واحد فيهم هو السجيتال. في السجيتال ايمجز ان يو سي ذا اكروميك لابيكولار جوينت, تحت منه immediately على طول the supraspinatus and this is the acromic clavicular joint. احنا عارفين ان الكوراكويد anterior, يبقى اللي anterior هو الكلافيكل واللي من ورا هو الاكروميك and this is the acromic clavicular joint and this is the supraspinatus اللي وراها على طول infraspinatus اللي تحتها على طول teres minor ومن قدام هو السبسكابيلارس. زي ما احنا شايفين كده في الرسمه دي, supraspinatus, infraspinatus, teres minor وبعدين subscapularis. Then this is the coracoid process. في الحته ديت في ريسس اسمه the superior subscapularis recess and this recess is continuous with the joint. يعني لما الجوينت يكون فيه ميه الريسس ده بيبنى ميه and this is interpreted بالغلط على ان هو subcoracoid bursa which is wrong. The subcoracoid bursa is present outside the subscapularis. The subcoracoid bursa is outside the subscapularis while this superior subscapularis recess normally fills with fluid if the joint contains fluid outside. طبعا الاثنين نفس الحكايه. اذا رقم واحد اهوت اللي هو supraspinatus, رقم اثنين infraspinatus, رقم ثلاثة teres minor, رقم أربعة subscapularis and this is of course the coracoid process, this one. Okay, then من ضمن فوائد السجيتال انك تشوف التايب بتاع الاكروميك. احنا عندنا أربعة types, type 1 with straight inferior border, type 2 with concave inferior border, type 3 with anterior hook اوحش واحد فيهم اللي هو بيدمر السوبراسباينيتس تندون اللي هو ده اللي هو type 3 with anterior hook, كل لما تفرد ايدك وكده وهو يعمل degeneration في السوبراسباينيتس تندون. اذا في السجيتال ايه اللي احنا شفناه في السجيتال؟ تندونز مفيش, ليجامنتس مع بعض التحفظ هقوله دلوقتي, العظم شفنا ايه في العظم؟ اهم حاجه الاكروميك لابيكل. هتقول لي ما احنا شفناه في الكورونا بزياده التاكيد, ونشوف كمان الاكروميوم الشيب بتاع الاكروميوم ما بيتشافش الا في السجد. وبعدين في النيبريم ما فيش نيبريم, في البرزه شفنا السب
coracoid bears outside the sulcus capillary tendon, and this is very important. إذا لو أنا قلت لحضراتكم مين ده هو بتقولش subscapularis bursa, and this is the superior subscapularis recess which normally contains fluid if the joint contains fluid, and this is the subcoracoid bursa which is outside the subscapularis the subscapularis muscle. نيجي بقى للنقطة مهمة هنا, هو في حاجات ما بتتشافش إلا في السجل فقط. أول واحد منهم اللي هو the coracohumeral, أدي الكوراكويد وأدي الهيومرس, يبقى الفتلة اللي ماشي دوت كده اسمه the coracohumeral ligament. الكوراكohumeral ligament ماشي في سبيس ما بين المصل ديت اللي هي the supraspinatus والمصل دي هي the subscapularis. السبيس اللي ما بين السوبراسباينيتس والسوبراسكابيلاريس هو the rotator interval, والروتاتور interval ماشي فيه الكوراكوهيومرال ليجمنت. العلامه بتاعه ان الروتاتور انترفال اتقطع ان الكوراكوهيومرال ليجمنت اختفى والحته دي اتملت ميه. ادي اللي هم دولت العلامتين الاساسيين في الـ. في واحد تاني بيتشاف كويس قوي في السجتال اللي هو كوراكو كلافيكولار, and this is the كوراكو كلافيكولار ليجمنت, وزي ما احنا قلنا الكوراكويد بيرزا نفس الحكايه. طبعا الناس اللي بتشتغل في الشولدر بالذات مثلا بره وبره وكده ما عندهمش حاجه اسمها ام ار شولدر عادي, لابد يكون ويز ارثروجرافي علشان هم عندهم اعتقاد, والاعتقاد ده قريب من الحقيقه, ان في حاجات كتيره قوي تو بي ميسد من غير الارثروجرافي. الارثروجرافي اوف ذا شولدر سهل جدا, انا بحط العيان اندر سكرين بنشن على الجوينت سبيس بيربنديكولار بلمبر بانكتشر نيدل لحد لما اخبط الهيد اوف ذا هيومرس, وبعدين اسحب الابره مني واحد بس لبره, ابقى انا دلوقتي في الجوينت سبيس. احقن الصبغه اندر سكرين واشوف الصبغه وهي بتدستريبيوت ثرو ذا جوينت. ايام زمان كان الارثروجرافي بس وظيفته ان انا اشوف الروتيتور كاف مقطوع ولا لا, اللي هو السوبرا سباينيتس, بان انا الاقي الصبغه لمست الاكروميك ليجمنت. لكن دلوقتي في الام ار طبعا فوائد كتيره جدا جدا للحكايه ديت, وبس ده منظر للشولدر من غير ارثروجرافي, وده منظر للشولدر بالارثروجرافي. طبعا الاناتومي مبهر في الارثروجرافي, وكذلك لو في اي باثولوجي وحاجات زي كده, فالحكايه دي الحقيقه مبديه جدا. من ضمن الحاجات ان واحد عامل كورونال فيو اهو, واحنا عاوزين نعرف ذا ستيت اوف ذا سوبراسباينيتس من غير صبغه, وادي الستيت اوف ذا سوبراسباينيتس من غير صبغه, and this is full thickness tear of the supraspinatus tendon with retraction مسافه زي ما حضراتكم شايفين. من ضمن فوائد السجتال ولكن بالارثروجرافي, من غير ارثروجرافي لا, اللي هو ان انا اقدر اشوف الثلاثه جلينيومر ليجمنتس مع بعض في نفس الصوره. الانفيرير اللي هو عامل زي الباوتش دوت كده ليه انتيرور مارجن وبوستيرور مارجن, والميدل اللي هو رقم 2 والسوبيرير جلينيومر. Then if you are interested about the glenohumeral ligaments, especially the middle and the superior, then you should ask for arthrography. ولكن ال inferior glenohumeral ligament سهل, بس بشرط ان يكون المريض عنده شوية مية جوه الجوينت عشان نعرف نشوف. And these are the three ligaments اللي هما the superior and the middle and the inferior glenohumeral ligament في ال sagittalian. دلوقتي هكلم حضراتكم بس على جزء واحد بس من الشولدر اللي هو الروتيتور كاف انجريز, وبعد كده اذا كان لينا نصيب في لقاءات اخرى ممكن اتكلم حضراتكم على الباقي. الروتيتور كاف اللي هم الاربعه المشهورين اللي هم الثلاثه اللي من ورا, سوبرا سباينيتس انفرا سباينيتس ستيرس ماينور والسبسكابيلاريس من قدام. اي تندون في الدنيا زي ما اتفقنا بيبقى اسود في جميع صور الام ار لو كان نورمال. فانا لما اجي اول حاجه احنا بنعملها على فكره في الشولدر كله هنا بين على بعضيه ان انا ايفالويت روتيتور كاف, فبحط الكورونال جنب بعضيه اللي هو كورونال تي 1 كورونال تي 2, واروح عند الاكروميك كلافيكولار جوينت. حصل اوكي. هتقول لي دلوقتي مفيش اكروميك كلافيكولار خلاص, لكن ما فيش the spine of the scapula. دي نقطة مهمة جدا يا جماعة.
ما فيش الأكروميك لافيكولار قليل جدا لما يبان في مقطع واحد لأنه لافف حوالين نفسه كده. وبالتالي if you don't see the spine of the scapula you are dealing with the supraspinatus. تروح للسوبراسباينيتس تلاقيه اسود كده في التي 1 واسود في التي 2 يبقى نورمال. خلاص؟ ديت أول حاجة. طيب لقيته رمادي في التي 1 بس اسود في التي 2 يبقى نورمال. أنا كل اللي بيهمني في الـ في الـ في التندنس هو التي 2 لأن التي 1 بيشوف الأناتومي والتي 2 بيشوف البطالي. والأناتومي معرض لفاريشنز كتيرة جدا فكل البساط بتاعنا على التي 2. طيب افرض لقيت السوبرا سباينيتس رمادي في التي 1 ورمادي في التي 2 يبقى ديجنريشن. And this is دي ثلاث اسامي تندنوباسي تندنوزيس تندون ديجنريشن. يبقى رمادي في التي 1 رمادي في التي 2 يبقى ديجنريشن. This is the normal appearance of the tendon. اسود حلو كده والكونتور بتاعه محترم. رمادي في التي 1 رمادي في التي 2 يبقى ديجنريشن. رمادي في التي في التي 2 زي دوت كده. هتقول لي طب لازم ابص في التي 1 اقول لك انسى الموضوع احنا مركزين على الايه على التي 2. حتى لو كان رمادي في التي 1 واسود في التي 2 يبقى نورمال زي ما اتفقنا. يبقى اذا لو كان رمادي في التي 2 يبقى ايه يبقى ديجنريشن and this is the normal appearance of the tendon. طيب التندون لما يتقطع في بارشال تير في كومبليت تير. البارشال تير في ثلاث انواع قطع من تحت قطع من فوق قطع في النص. القطع اللي من تحت اسمه articular surface tear والقطع اللي من فوق اسمه bursal surface tear والقطع اللي في النص اسمه interstitial tear. فلما تيجي هنا تلاقي ادي supraspinatus tendon الحتة اللي من تحت مقطوعة والحتة اللي من فوق سليمة يبقى articular surface tear. من هنا الحتة اللي من فوق سليمة والحتة اللي من تحت مقطوعة عند السهم دوت كده يبقى articular surface tear. مثلا هنا الحتة اللي من تحت مقطوعة ومكانها مية الحتة اللي من فوق سليمة ولونها اسود اهيت يبقى articular surface tear. تعالى هنا بقى التندون دوت امشي معاه توصل بالحتة اللي تحت لحد الانسيرشن سايت. اما الحتة اللي فوق قبل ما توصل لحد الانسيرشن سايت بقى فيه مية and this is bursal surface tear. تعالى مثلا عند المنظر دوت this is the tendon وبعدين من هنا وصل لحد الانسيرشن ومن هنا في ديفكت زي ما حضراتكم شايفين and this is partial bursal surface tear. طيب اتشق من النص اسمه interstitial tear زي دوت كده. الفتلة اللي من فوق سليمة والفتلة اللي من تحت سليمة والشق موجود في النص and this is partial interstitial tear زي ما حضراتكم شايفين في الصورة المتكبرة. طيب full thickness tear يعني في جاب ما بين الكات ايدجز اوف ذا tendon. طبعا حضراتكم عارفين الالتراساوند عملاق بكل معنى الكلمه في الحته ديت وفي جميع الماسكول سكيتال سيستم. لكن اللي ماسك البروب هو ده اللي بيفصل تماما ما بين الام ار والالتراساوند. فالالتراساوند بيشوف التير وبيشوف الجاب وبيقيس المسافه وبيعمل كل حاجه زي الام ار. احنا هنا عندنا السوبراسباينيتس تندون في جاب وفي مسافه. الكلينيشن عاوز يعرف حاجتين زي ما مكتوب في كل الكتب المسافه قد ايه والمصل سليمه ولا لا. هل المصل بقت اترافيك ولا لسه الباندلز بتاعتها كويس عشان نعمل الريبير. This is the ultrasound of an intact supraspinatus وده الالتراساوند لما السوبراسباينيتس فول سيكنس. وده فول سيكنس تير من التيرز اللي يحبها الكلينيشن قوي مسافه صغيره والمصل محترمه جدا زي ما حضراتكم شايفين. ادي السوبراسباينيتس حاجه عظيمه والجاب ما بين الكات ايدج اوف ذا تندون بسيطه. مثلا هنا زي ما حضراتكم شايفين ادي الجاب بتاعت التير فول ثيكنس تير اوف ذا سوبراسباينيتس ويز ديستانس ما بين الكات ايدج اوف ذا تندون. مثلا هنا الجاب كبيره جدا يعني التندون مقطوع من اول هنا لحد هنا الخط الاحمر ده كله. This is a very big distance tear وطبعا في الوقت دوت غالبا بتكون المصل يعني حالتها مش كويس. And this is another example you see the edge of the tendon لحد ما توصل على ال greater tuberosity مسافه فاضيه خالص ما فيهاش tendon fibers. اذا ال full thickness tear ما فيش منه انواع لكن في جاب ما بين الكات ايدجز اوف ذا تندون زي ما حضراتكم شايفين. هنا جاب صغيره وهنا
الجاب كبيرة شوية. And this is the normal appearance of the supraspinatus tendon. And this is a very big tear. من أول هنا لحد لما نوصل إلى ال greater tuberosity. طبعا ايام زمان قبل الام ار ما يتحسن وقبل الارثروغرافي ما يبقى موجود والكلام ده كله كان عندنا برايمري ساين وسكندري ساين وفرق وحرق والكلام ده كله. دلوقتي خلاص الموضوع محلول والفول ثيكنس بيبقى واضح يخرم العين وكذلك اللي هو البارشل ثيكنس تير. اشهر حاجه بتعمل فول ثيكنس تير هو الاكروميك لابيكولار اوستي ارثرايتس والكالس اللي حواليه يقعد يكحت في السوبراسباينيتس تندون. الاول يبتدي بديجنريشن وبعدين يبتدي بارشل تير وبعدين يدخل في فول ثيكنس تير. وطبعا احنا بنقول للجماعه بتوع الاشعه ان هم متخيلين ان فول ثيكنس تير يعني لازم في تروما ولازم 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 which is not. لان في بعض الناس بيتقطع عندهم وهم مش واخدين بالهم خالص والمسلز التانية هي اللي بتاخد الفانكشن بتاعت السوبراسباينيتس وبيقدر يمشي حياته بالوضع. اللي لاحظته ان احنا قلنا عندنا تندون ديجنريشن تندنوباثي تندنوزيس. كلمة تندنايتس في الشولدر بالذات لا تطلق الا في وجود الكالسيوم والكالسيوم بيتشاف حلو جدا في الاكس راي. لكن في الام ار التندون اسود والكالسيوم اسود عشان كده الاثنين على بعض ما بيبانش كويس. فاحنا في الكالسيفيك تندينايتس الاكس راي هو ذا بيست الحقيقه. وساعات في السي تي طبعا يبقى بيبان احسن لو عملنا سي تي لكن في الام ار بتلاقي كوره سودا كده فانت مش عارف هل هو ده التندون الحقيقي ولا في كالسيوم وكده. لكن احنا لما بنبص على التندون الطبيعي ونلاقيه يونيفورم سيجنال وريجولار اوتلاين بنعرف ان هو ده التندون. لكن لما نلاقيه متقطع كده وحته مكبكبه وحته صغيره وكده بنعرف ان ده مش هو التندون الطبيعي فبنعمل له اكس راي فعلى طول بنلاقي الايه الكالسيوم. الحته ديت بس حبيت انبه عليها لان كتير جدا من زملائنا يجي على الديجنريتيف تشينجز اللي موجوده في الهيد اوف ذا هيومرس عند الانسرشن بتاع السوبراسباينيتس ويشبط ويبتدي يوصف ويقيس ويعمل وبعض الناس حتى بتريكومند بايوبسي وحاجات زي كده. Which is this is a let us say regular finding. في ناس اللي عندهم degeneration degenerative process فضلت ماشيه طويله and this is one of the types of incisitis اللي هو بيحصل degeneration of the bone at the ligamentous attachment في اماكن عديده جدا من الجسم. بكده يبقى احنا تقريبا خلصنا الحته اللي هي الكباره. باقي كلمتين صغيرين على الانفراسباينيتس. الانفراسباينيتس بيتشاف حلو في الكورونا لما يكون السباين اوف ذا سكابيلا موجوده وبيتشاف كويس في الاكسيال لما تبص ورا الهيد اوف ذا هيومرس. في بعض الاحيان بيبقى صعب قوي التشخيص هو مش كومن زي السوبراسباينيتس وفي نفس الوقت في شويه اوفرلاب بين الاثنين. فالوضع دوت مهم جدا بالنسبه لنا لو الجهاز يسمح بكده. انا محتاج اوبن ماجنت عشان المريض يفرد ايده كده او محتاج اللي هو الدايناميك ماجنت عشان اخلي يرفع ايده كده بحيث ان انا اشوف السوبراسباينيتس والانفراسباينيتس وهو رايح ينزل على الجريتر تبراس. This is very good view الحقيقه بيخلينا نقدر نعرف ايه اللي موجود. الانفراسباينيتس زي السوبراسباينيتس في تندينوباثي وفي بارشال تير وفي كومبليت تير وكل حاجه. فلما يكون رمادي في الاثنين يبقى تندينوباثي. لما يكون رمادي بس في التي 2 يبقى تندينوباثي برضو. لما يتقطع هيرجع لورا زي ما احنا شايفين كده وهيكون في مسافه ما بينه وما بين الانسيرشن سايت. وهنلاقي في الاكسل ايمج ان الانفراسباينيتس اتكعبلت كده على نفسها والسيجنال بتاعتها بقت عاليه نتيجه المصل إديما كومبيرد لبقيه المصلز الثانيه. And this is the normal appearance of the infraspinatus tendon and the spine of the scapula with the howard of the supraspinatus tendon متمزق على الاخر خالص وكذلك المصل نفسها. And you see the degree of muscle edema. Then if you look here and you see this is the subscapularis tendon which is مش وحش قوي بس في شويه سيجنال خفيفه يعني في تندينوباثي برضه. هنتكلم على السبسكابيلارز دلوقتي. And this is the infraspinatus tendon. What do you think about this tendon؟ يعني عرفنا ان هو infraspinatus has in the spine of the scapula.
ولقينا ان اللور فايبرز بتاعت التندون كويسه لكن الابر فايبرز بتاعت التندون مقطوع، يعني معنى كده ان هو في بورشيان ارتيكولار سيرفيس دي. فالانفراسباينيتس زي السوبراسباينيتس بالظبط معرض لجميع انواع التير، كمان التير اللي بيشق التندون من النص دوت الانفراسباينيتس اكيد علشان السباين اوف ذا سكابيلا، اند ذس از انترستيشال تير مارن في وسط التندون نفسه. السب سكابيلاريس تندون محترم جدا and is evaluated in the axial images لما يكون الايس كريم موجود كده. والسب سكابيلاريس عشان يكون سليم لازم يكون مشدود ولازم يكون اسود، لو كان اسود بس ويفي يبقى مقطوع، لو كان مشدود بس رمادي يبقى تندينوباثي زي ما احنا اتفقنا. اذا لو انا بصيت على السب سكابيلاريس ولقيت فيه فجوه كده هوت في الحته ديت يبقى معنى كده ان السب سكابيلاريس فول ثيكنس تير، وده طبعا الميدل جلينور ليجمنت انتيريور ليبرم بوستيريور ليبرم بايسبس تندون ان ذا جروف. السهم طبعا بيشاور على الميدل جلينور ليجمنت اند ذس از ذا نورمال سب سكابيلاريس تندون، لكن السب سكابيلاريس تندون دوت ملوي كده على نفسه وفي نفس الوقت الابنورمال سيجنال بتاعته معناها ان هو مقطوع. كتير قوي لما السب سكابيلاريس تندون يتقطع يروح شادد البايسبس تندون من الجروف، يروح مطلعه بره بره الجروف. فلما تيجي تبص على الصوره تلاقي في كره هنا ملهاش اي تفسير الا تفسير واحد بس، ان هو ده البايسبس تندون اللي كان هنا اتسحب مع السب سكابيلاريس لما اتقطع. And this is common finding الحقيقه بنشوفها كتير في الكلينيكال براكتس، انك تلاقي السب سكابيلاريس مقطوع وطلع البايسبس تندون من الجروف عمل له ديسلوكيشن. ودي في بعض الاحيان ان يصير احنا اتفقنا ان this is the coracoid process and this is the head of the humerus. في المفروض مسافه ما بين الكوراكويد والهيد اوف ذا هيومرس، لما تبقى قليله بيسموا ده سب كوراكويد امبنجمنت، والامبنجمنت بيضايق قوي السب سكابيلاريس تندون لان هو ماشي في الحته ديت، فشويه ديجنريشن على 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 لحد لما يتقطع ويجر الايه البايسبس تندون معاه يخرجه بره الجروف زي ما حضراتكم شايفين. ده البايسبس تندون بره الجروف، ده الميدل جلينيومر ليجمنت، وده السب سكابيلاريس تندون وهو مقطوع. And this is full thickness tear of the subscapularis tendon مش واصل لحد الايه اللسر تبراز. ده اللي هو اسمه subcoracoid impingement لما يكون الكوراكويد والهيد اوف ذا هيومرس هما الاثنين قريبين جدا من بعض. المفروض ان المسافه ما بينهم 8 مللي ل 11 مللي، لكن لما تكون 3 مللي زي ديت كده بتضايق قوي السبسكابيلاريس لحد لما تقطع. ومثلا هنا اهوت المسافه 4.5 مللي نفس الحكايه، مكان ضيق جدا و ابنورمال سيجنال فظيعه موجوده في السبسكابيلاريس دن. مش لازم كل سب كوراكويد امبنجمنت يكون معاه تير، يعني دوت مثلا 3.6 مللي، ولكن السب سكابيلاريس تندون معقلم نفسه على الوضع اللي هو فيه وماشي كويس. Thank you very much.